وينضم معنا من الرياض المهندس طالب القبلان المشرف العام على التصاميم في وزارة الشؤون البلدية والقروية. أرحب بك طالب، بداية حدثنا عن هذا النظام الذي يعد أول مرة في التنبؤات الجوية. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بنظام ماطر، وهو نظام إلكتروني لمتابعة التنبؤات الجوية الخاص بالقطاع البلدي. نظام ماطر يعتمد على التكنولوجيا، وهذا يعطيه مجال في أن تكون دقة عالية للحالات المطرية، يمكن الأمانات 17 والبلديات التابعة لها من الحصول على بيانات تفصيلية دقيقة قبل الحدث بخمسة أيام، ثم تحدث هذه البيانات مع كل لحظة حتى وصول الحالة، حتى لحظة وقوع الحالة. طبعا هذا النظام يمكن الأمانات من توجيه فرقها الميدانية والمعدات للمناطق الحرجة المعروفة مسبقا والمحددة، وهذا يمكنها من التعامل مع الحالة المطرية وقت الحدوث، وبالتالي يمكنها من التعامل بدون يعني أولا بأول. والحقيقة الأيام الماضية أثبت النظام مدى كفاءته، وحيث كان عامل مساعد لله الحمد بعد توفيق الله للأمانات والبلديات من التعامل مع الحالات المطرية الماضية بدون تسجيل أي خسائر تذكر ولله الحمد. نعم، هل سيكون هناك تنسيق بينكم وبين الجهات ذات العلاقة؟ الحقيقة التنسيق هو من خلال الأمانات والبلديات، هناك تنسيق عالي مع القطاعات ذات العلاقة في كل مدينة. نظام ماطر يعتبر نظام مساعد للاستعداد للحالة المطرية، وهو يمد الجهات ذات العلاقة بأي معلومات خاصة بالحالات المطرية مع الجهات ذات العلاقة. نعم، بالنسبة لهذا النظام هل يعمل بكافة المواسم أم فقط في موسم الأمطار؟ النظام طبعا هو خاص بالأمطار، وهو يعمل على مدار السنة، ويعمل على مدار 24 ساعة باليوم، حتى يوجد زي ما تفضلت في التقرير أنه يوجد متنبئين جويين على مدار الساعة لتمكين المختصين بالبلديات من أخذ أي معلومات يحتاجونها عن الحالة المطرية القادمة لهم. نعم، المهندس طالب القبلان المشرف العام على التصاميم في وزارة الشؤون البلدية والقروية، شكرا جزيلا لك.